نعم منى، حتى هذه اللحظة ما تزال عمليات البحث عن ناجين أو مفقودين تحت الأنقاض من جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بالأمس من خلال طائرة F-35 مجموعة من البنايات في الضاحية الجنوبية، من بينها بناية سقطت بكاملها وهي مكونة من أكثر من 7 طوابق وسقطت على الأرض بكاملها من جراء تعرضها لأربع صواريخ على ما يبدو أنها كانت صواريخ ارتجاجية خارقة للتحصينات، وهو ما أدى إلى وقوع حصيلة كبيرة من الضحايا ومن مقاتلي حزب الله الذين نعاهم في بيانات منفصلة. حتى هذه اللحظة وصل عدد من نعاهم حزب الله إلى 15 من المقاتلين التابعين للحزب لهم قياديين وصفهما الحزب بالقيادين الكبيرين من بينهما إبراهيم عقيل وكذلك أحمد وهبي، وهو كان يتولى مسؤولية قيادة فرقة الرضوان حتى مطلع عام 2024، فضلا عن وجود عدد من المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات بيروت المنتشرة في أنحاء بيروت، وما زالت حتى هذه اللحظة يجري العمل على انتشال بعض المصابين أو حتى الجثث من جراء هذا العدوان الغاشم، وخصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد أطلق صاروخين آخرين على ما يبدو أنهم صاروخين ارتجاجيين أيضا، حيث تعاملت هذه الصواريخ على اختراق مرآب للسيارات أو جراج للسيارات، وقامت باختراق التحصينات الموجودة في الأرض على عمق ما يقرب من 10 أمتار، واستطاعت أن تصل إلى مقاتلي حزب الله على ما يبدو أنه بالفعل كان هناك اجتماع لهذه القيادات وللمقاتلين في هذه المنطقة، وفق ما أكده لنا مسؤول أمني لبناني في تصريحات للغد. وبالتالي يعني ما يحدث هو تصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي في العمليات العسكرية التي تطال الضاحية الجنوبية في بيروت أو حتى الجنوب اللبناني. ما رصدناه خلال الساعات الليلة الماضية يؤكد أن هناك تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي وفوق الضاحية الجنوبية وكذلك فوق بيروت بصفة عامة، وهو يبدو أنها محاولات البحث عن مزيد من مقاتلي حزب الله بهدف استهدافهم. ربما قد نشهد خلال الساعات القليلة المقبلة مزيدا من العمليات من قبل الاحتلال الإسرائيلي على غرار ما حدث بالأمس، وخصوصا أن هذه العملية تأتي بعد نحو أقل من 2 يوم فقط من استهداف أجهزة بيجر وكذلك استهداف الأجهزة اللاسلكية، وهما ما سيعقد مؤتمرا صحفيا وزير الصحة اللبناني بشأن هذه الأحداث اليوم بعد حوالي 2:30 من الآن للحديث عن حصيلة الضحايا سواء في هذا الحادث أو حتى في الحادثين الآخرين، حادث البيجر وكذلك حادث الأجهزة اللاسلكية. حتى الآن كما ذكرنا يعني هناك حالة من التأهب الكبيرة وهناك تواجد مكثف لقوات الأمن اللبنانية، فضلا عن تواجد الإسعاف حتى إذا ما تم انتشال أحد الناجين والمصابين يتم إسعافه على الفور ونقله إلى المستشفى في محاولة الإسعاف وإنقاذ حياته، كما حدث بالأمس مع أحد الناجين الذي تم انتشاله من تحت الأنقاض حيا وتم توجيهه إلى إحدى المستشفيات القريبة من الضاحية الجنوبية. هل سيرد حزب الله؟ يعني هذا ما يؤكده المقربون من الحزب، أن هناك عمليات تدرس خلال الدقائق القليلة الماضية من أجل أن يكون هناك رد من قبل حزب الله على هذه الاغتيالات التي طالت قيادات من حزب الله والتي طالت أيضا عددا من المدنيين. هنا نود أن نشير أيضا إلى أن من ضمن الذين قضوا في هذه الغارة واستشهدوا عددا من المدنيين فوق شهود العيان هناك أطفال تم انتشالهم من تحت هذه الأنقاض، ويعني تم استهدافهم أيضا من
قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث ربما هذه المنطقة مكتظة بعدد كبير من السكان، والاحتلال الإسرائيلي لا يأبه لوجود المدنيين أو غيرهم من الأطفال أو غيرهم، وهو يستهدف أي منطقة طالما أنها تحقق له هدفا عسكريا أو ترصد تحركا لأحد قيادات حزب الله، فهو لا يأبه لوجود مدنيين أو لوجود أي عناصر مدنية قد يطالها هذا القصف. وبالتالي هناك عدد من المدنيين الذين سقطوا، والذين يعني ربما سيزيد العدد بشكل كبير وملحوظ خلال الساعات القليلة المقبلة، إذا ما يعني وصلتنا إحصائية من وزارة الصحة اللبنانية خلال الساعات المقبلة، على اعتبار أن هناك فقط من حزب الله قيادات سقطت في هذا الحادث تصل إلى 15 من التابعين لحزب الله، هذا فضلا عن المدنيين الذين لم يتم إحصاء أعدادهم بشكل كامل، بينما أيضا ستكون حصيلة المصابين حصيلة كبيرة للغاية، لأنه كما ذكرت هذه المنطقة مكتظة بالأساس بشكل كبير بالمدنيين، وربما على بعد أمتار قليلة من هنا تقع حارة حريك، وهي التي استهدف فيها القيادية البارز فؤاد شكر قبل نحو شهرين أيضا، وكان مسؤولا كبيرا في الحزب، وقام الحزب بالرد بقصف قاعدة جاليلوت في الأراضي الفلسطينية المحتلة. على كل حال حتى هذه اللحظة هناك صمت تام من قبل حزب الله، إذا ما كان سيكون هناك أي رد خلال المرحلة المقبلة، لكن المقربين يؤكدون أن الرد يدرس بالفعل. طيب أحمد، بالنسبة أيضا لهذا العالم الذي تتطور فيه هذه التكنولوجيا ربما المدمرة بسرعة عالية، انتشرت العديد من الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي تحذر اللبنانيين من التعامل مع أجهزتهم النقالة أو خصوصا الهواتف الذكية، هل رصدت في الداخل اللبناني صراحة مخاوف اللبنانيين من التعامل فعلا مع أجهزتهم الإلكترونية والهواتف النقالة، لا سيما بعد الهجومين اللذين حدثا يوم الثلاثاء والأربعاء؟ بالفعل منى، هناك تخوف في الشارع اللبناني من كل ما هو تكنولوجي في هذا التوقيت، حتى ربما الساعات الذكية وغيرها من التكنولوجيا ووسائل التكنولوجيا التي يستخدمها الإنسان بشكل كامل في حياته، وحتى أجهزة الهاتف المتطورة والحديثة، هناك خشية كبيرة منها من قبل المواطنين الذين يقولون أنهم ربما يبيتون مستهدفين من جراء تفخيخ هذه الهواتف، لكن هناك على الفور بادرت شركات الهواتف المحمولة في لبنان بأن تقوم بنفي كل ما يمكن أن يثير الذعر لدى اللبنانيين، والتأكيد على أن البطاريات التي توجد بالهواتف المحمولة هي غير قابلة للانفجار بالأساس، ويعني عليهم أن يطمئنوا لهذا الأمر، وبالتالي لا داعي لحالة الذعر التي يعني تثار ما بين المدنيين وما بين المواطنين اللبنانيين، وخصوصا أنهم رأوا بأعينهم أجهزة بيجر تنفجر بشكل كبير، حتى أجهزة اللاسلكي التي انفجر عدد منها في أيضا كان في الضاحية الجنوبية على بعد أمتار قليلة من هنا من جراء استهدافها بهجوم سبراني، يصر حزب الله على اتهام إسرائيل بأنها هي التي تقف خلف هذا الحادث، ويعني هذه الأجهزة اللاسلكية مقارنة بالبيجر فهي أكبر بشكل كبير من البيجر، وبالتالي أدت إلى وجود أضرار أكبر من التي خلفها البيجر، وما أكده لنا بالفعل وزير الصحة اللبنانية فراس الأبيض في تصريحات للغد. وبالفعل يعني هذه المخاوف ربما يعني تظل كما يقول اللبنانيون هي تخوفات مشروعة يحاولون، لكن الشركات الهواتف هي تحاول تمأنتهم والتأكيد بأن هذه البطاريات لا يمكن أن يحدث لها ما الذي حدث أو على غرار ما حدث لأجهزة البيجر وكذلك الأجهزة اللاسلكية. يعني في المقابل يعني إذا ما انتقلنا للحديث أيضا عن
الحرب الموسعة إذا ما كان اللبنانيون يعني يرون أنه من الممكن أن تكون هناك حرب موسعة مع إسرائيل. هناك أيضا تخوف من قبل المواطنين اللبنانيين بأن تكون هناك حرب موسعة مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن لهم مع ذلك بالتالي هذا يؤكدون أحمد أنها إذا فرضت الحرب فسيقومون بخوضها وسيدافعون عن لبنان. أحمد، هذه نقطة فقرات تطرقت لها هي في غاية الأهمية والحساسية. هل الحاضنة الشعبية لحزب الله تأثرت نوعا ما؟ يعني الكثير من أهالي الضاحية الجنوبية وربما أهالي الضاحية الجنوبية بشكل كامل يثقون في أنه سيكون هناك رد لحزب الله وسيكون هناك رد موجع من قبل حزب الله إلى الاحتلال الإسرائيلي في أعماق الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في تل أبيب، على اعتبار أن هناك معادلة ردع أرساها حزب الله منذ بداية جبهة الإسناد في 8 أكتوبر عقب اندلاع الحرب على غزة بيوم واحد. أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن استهداف الضاحية الجنوبية هو يعني بالأساس أن الحزب سيرد في تل أبيب، وبالتالي فإن الضاحية الجنوبية وأهالي الضاحية الجنوبية وبعض اللبنانيين ينتظرون أن تكون هناك ردود كبيرة في تل أبيب تحدث زلزالا قويا على غرار ما حدث من الاحتلال الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية التي تعرضت عددا من المرات خلال الأشهر القليلة الماضية لقصف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وربما حتى هذه اللحظة ما تزال الطائرات الاستطلاع الإسرائيلي وكذلك المسيرات الإسرائيلية التي تواجدت بشكل كثيف بالأمس ربما ما تزال حتى هذه اللحظة في أجواء الضاحية الجنوبية في محاولة لرصد كل ما يحدث، وكذلك في بيروت بصفة عامة في محاولة رصد كل ما يحدث داخل الأراضي اللبنانية لمحاولة لاستهداف مزيد من المقاتلين التابعين لحزب الله. إذن هناك بالفعل تخوف موجود لدى الشارع اللبناني بأن تندلع حربا كبيرة وموسعة فتجر المنطقة أيضا إلى ما لا يحمد عقباه، وهو ما حاول لبنان على المستوى الرسمي وعلى المستوى السياسي العمل على تفاديه من خلال طلب من الجزائر أن تكون هناك جلسة لمجلس الأمن انعقدت بالأمس، ويعني حاول اللبنانيين والطرف اللبناني على المستوى الرسمي أن يوصل رسائل بأن لبنان لا ينبغي أن يخوض في حرب في هذا التوقيت لأن هناك العديد من الأزمات التي تعصب بالجانب اللبناني، لكن في المقابل على إسرائيل أن تتوقف عن هذا العدوان وعن هذا الإجرام الذي تقوم به ما بين لحظة وأخرى على الضاحية الجنوبية وعلى بلدات الجنوب اللبناني وعلى البقاع الغربي في شرق لبنان وغيرها من المناطق التي تتعرض بشكل كبير وبصفة دائمة إلى عدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يعني بالتبعية أن هناك ردودا ستكون من حزب الله، وخصوصا مع تصاعد وتنامي الحديث من قبل إيران أيضا عن اقتراب الرد على اغتيال إسماعيل هنية وتصاعد حديث من قبل الحوثيين وكل من باتوا يعرفون بمحور المقاومة أن ذلك قد يفتح جبهات متعددة على إسرائيل، وهو ما يقود جنوب المنطقة إلى حرب موسعة بالفعل.